كله بخير. تمام الحمد لله. ديسابوينت يعني النهارده النتيجه مش ولا اداء ما كانش كويس، كنت متوقع احسن من كده. بس كنت متوقع، بس المنتخب الامريكي يوصل لابعد من كده قدام منتخب زي المنتخب الهولندي. انا تصورت انه ده اقصى ما يقدر يقدمه المنتخب الامريكي بالفريق الحالي اللي هو يبدو وكانه مشروع للمستقبل. طبعا طبعا هو من مبني 2026. انت تبص لو انت الاعمار اللعيبه عندنا لما فيش الا اتنين كبار بس 30 سنه، وغير كده كله حتى الدكه كلهم صغيرين 22 سنه 21 سنه، وبعدين بيلعبوا في انديه كبيره جدا. يعني خد بص، انا بعتقد ان خط وسط يعني ادم بيلعب في ليدز يونايتد في انجلترا، ماكين بيلعب في يوفنتوس، عندك موسى بيلعب في فالنسيا، الثلاثه والثلاثه عندهم 20 سنه 21 سنه. يعني وعندك مات تيرنر ده بيلعب في ارسنال الجون عنده 22 سنه، كلهم فرق صغيره وهي 21 سنه. بيتعدوا على اساس ان سنه 26. بس كنت انا اتوقع بعد الثلاث ماتشات الاولانيين دولت ان يكونوا يؤدوا اداء اكتر من كده. انا ليا يعني تعرف انا ما بحبش اتكلم في مدربين وكده، بس انا طبعا جريج صاحبي المدرب الامريكي، بس كنت اتمنى اللي تعرف الثلاثه اللي في نص الملعب لو هنتكلم كوره، اللي هويه وام سوري موسى وماكين وادم، الثلاثه سيميلر بيلعبوا زي بعض، ثلاثه ممكن يلعبوا سته. صح. فعشان كده كنا الالتحامات والبتاع كويس، بس الكوره ما كانش زي يعني زي ديانج ديانج لكن هو ديانج في هولندا كان ماسك الريزم بتاع الماتش وبينقل الكور وبينقل، انت فاهم قصدي؟ فدي اللي كانت ناقصانا شويه. وبعدين بتيجي بتبص يا كريم، الخبره اهم من اي حاجه. صح. الخبره طبعا مع الشباب دي موجود. يعني انا في 2009 مثلا كان عندنا فرق كلها صغيره، وفي كاس القارات فاكر انت نهائي كاس طبعا. كاس العالم القارات اجانس ضد البرازيل، انا ببص فرقتي كان كلهم 25 24 22 سنه، وما فيش حد فيهم في الفريق الامريكي لعب بطوله عالميه. وبص الناحيه الثانيه ناحيه البرازيل، ال 11 لعيب اللي لعب نهائي شامبيون ليج، اللي لعب نهائي كاس عالم، اللي لعب. فالخبرات بتفرق في الماتشات دي، الخبرات بتفرق خاصه الادوار اللي هي الاقصائيه. فانا شايف النهارده قله الخبرات هي اللي فرقت. منتخب هولندا طبعا كان اندر ريدنج الثلاث ماتشات الاولانيين، رغم ان انا كنت متابعه قبل وعارف ان هو فرقه كويسه. انا في الترشيحات يعني انا لو تبص في الترشيحات انا خدت هولندا تطلع فوق امريكا، بس كنت اتمنى الاداء احسن، اداء صحيح. الكوره مش بس العافيه واللياقه والكلام ده، كوره كان نفسي نأدي اداء احسن شويه. صحيح. بس احضروا امريكا سنه 26، ده بيتعدي 26 يبقى في دول 4 صح، ان شاء الله، وخاصه واضح هي جدا. تعمل في امريكا هنا.